افتتح سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ورشة عمل متخصصة لبناء القدرات في مملكة البحرين حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، التي تأتي بالشراكة بين اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ولجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. محمد الرشيدات والتفاصيل. الإرهاب أشكاله وألوانه وأنواعه وطرق تصديره ومخاطر تمويله والحد من ذلك، كلها عناوين بارزة أطلت من خلال نافذة ورشة العمل هذا. إذا كان الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، فإن المال هو شريان الحياة للإرهاب، والبحرين من بين الدول التي تدرك حقيقة ذلك بحزم وشدة من خلال مشاركتها الفعالة في الترتيبات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب ومراجعة الجهات المعنية فيها، وبشكل دوري لآلية عمل المؤسسات والمنظمات غير الربحية من أجل سد الثغرات لتفادي استغلال تلك المنظمات كغطاء لتمويل الإرهاب. تأتي أيضا في إطار متابعة التزامات البحرين الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي المعروفة بالفاتف فيما يتعلق بعمل منظمات غير الربحية في المملكة ومنع استغلال التبرعات التي تجمعها في تمويل الإرهاب، حيث أن آفة الإرهاب اليوم والتنظيمات الإرهابية باتت تواصل عملها حتى على الرغم من الضغط الدولي ومحاولة تجفيف منابع الإرهاب، إلا أنها تستطيع من خلال هذه الثغرات الموجودة هنا وهناك من الحصول على التمويل اللازم لممارسة أنشطتها الإرهابية. ورشة العمل هذا جاءت لتشدد الضغط على وتر مراقبة تلك التعاملات التي تلامس من قريب آلية عمل المنظمات غير الحكومية والمجالات غير الربحية والخيرية، التي قد تكون فريسة وضحية سهلة لاستغلالها من قبل مختلف أنواع الإرهاب الذي بات يرتدي مختلف قياسات التخفي الذكية ليصعب تعقبه، الأمر الذي يتطلب من الجميع تكثيف الإجراءات والتدابير الاحترازية الدولية لمواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يكفل إحلال الأمن المستدام في عالم أكثر استقرارا ورفاهية. أول ورشة تتم على مستوى الخليج، والبحرين تقود هذه الورشة لجلب خبرات دولية في كيفية مكافحة آليات التمويل الحديثة التي تتغير كل يوم، ودي هي المشكلة الحقيقية، أن التمويل الإرهاب يتشكل وأصبح النهاردة نطلق على الإرهاب الإرهاب الذكي أو التمويل الذكي للإرهاب، ويتطلب أن تكون الحكومات على وعي ما هو مستجد في وقت قصير. Obviously, I'm here at this event as a representative of financial institutions. أشارك في هذه الفعالية اليوم ممثلا عن المؤسسات المالية لشرح دورنا في التصدي للحركة غير القانونية للأموال التي تستخدم لتمويل الإرهاب حول العالم. على الرغم بأنه ليس بإمكانك لوم حركة الأموال، حيث لا يمكن دوما التأكد من سبب هذه الحركة ومن الصعب التحكم بها، وبالطبع جميع المؤسسات المالية لها دور كبير في هذا الجانب عبر منع حركة الأموال لأسباب إجرامية. في زوائد المعلوم إعانة على تقليم براثن المجهول وربما بترها، وقد ينجي قطع الشك باليقين، والأنجى إذا تموضع الرادع في وجه سبل امتداد الباطل بأدوات الحق الفاصلة لكل ما قد يثير المخاوف وتستشري من خلاله أوجه المخاطر التي قد لا ترى حتى في بيئة صافية. فما بالك لو علمت أن جند ألوانها يتغير مع تغير تحقيق المقصود، فالتلون والاختفاء أساس توسعها وامتدادها وتوغلها أيضا في محيط تنوي تحويله إلى مادة صامتة لا حياة لأي مجال فيها.
لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.